السلام عليكم، انا يا ايمان الرباطي. اولا مبروك عواشركم. اليوم جيت عند السي عبد الحق العروسي ورانا فرحانه بزاف اني تلاقيت معاه. ما تصوروش الفرحه ديالي قداش، ورانا فرحانه من قلبي لداخل والله العظيم. والشرف لي انني نتلاقى معاه، والشرف لي نتلاقى مع فنان كبير وكيغني اغاني زوينين وانا متبعاه في التلفازه ولا في اليوتيوب. وكنقول لكم شكرا لكم حتى نتوما، وكنشكركم بزاف حتى دعمتوني وصلتوني. كنقول حتى هي شكرا، حتى عاونتني وسندتني وقفت معايا. كما كانت هي وكما كانش بابا وكما كانوش المواطن كاملين، ما كنت غادي نوصل لهذا الشيء هذا، وما كنت غادي نرتاح في النفسيه ديالي ولا غادي نفاجئ على قلبي. والصراحه كنشكرها بزاف لكل الشكر، وان شاء الله غادي نوصل ونكبر ان شاء الله، وغادي نرد لها هذا الشيء ان شاء الله باذن الله. هي حنينه وكتحن فيا وفيا في مرتبه ماما، وهي اصلا ماما ماشي في مرتبه ماما الصراحه. وهي رباتني وقفت معايا وش بزاف الحوايج اللي كدير معايا زوينين. ما تصوروش قداش رانا فرحانه بزاف، حتى حققت لي الاحلام ديالي. وكنت كنحلم انني نتلاقى مع بزاف الناس اللي مشهورين، وهي حققت لي هذا الحلم ديالي، وانني وصلتني عند ناس مشهورين. وانا دابا كنقرا ونكمل قرايتي والحمد لله. الا ما كنتش قرايه راه ما غاديش، راه ما غادي نتعلم والو. الحروف هما اللي كيعلموك اصلا، الحروف هما اللي كتلقاهم باش يعطيوك كلمات وتتعلم. راولي يا غزالي ساكن في العلالي، انا مزوق في العالي جيبولي الخواتي. راولي زين الجبال عليكم خوتي المغاربه داخل وخارج المغرب. كنشكركم على اللي كتساندونا. بالنسبه للبنت ديالي ايمان ساندتوها وقفتوها في القناه ديالها، كنشكركم. كنقول لكم العواشر مبروكه، وكنشكر هذه القناه اصوات، وكنقول لهم كذلك العواشر مبروكه، تدخل عليكم الصحه والسلامه. ومشكورين، وكنشكر الاخ عبد الحق العروسي، شكرا ليه تستقبلنا واحد الاستقبال اللي هو حار ونشطنا معاه شويه. وراجل طيب يستاهل المشاهده صراحه، يستاهل اطيب خلق الله. والله لقينا معاه محسن منه. وكنعاود نقول لخوتي المغاربه مبروك العواشر ديالكم، تدخل عليكم الصحه والسلامه وشكرا. يلا لبلادي طنجه يا عروسه الشمال، مشهوره في البلدان معروفه بالرجال، مشهوره في البلدان معروفه بالرجال. ايوه يا عروسه الشمال، يلا لبلادي طنجه يا عروسه
tout le monde. يا ولال بلادي طنجة لا البحر مبنية سيدي حسين الوالي سيدي بوعرقية سيدي حسين الوالي سيدي بوعرقية شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.